هذا ويشهد مهرجان العلمين الجديد الليلة حفلا موسيقي غنائي خاص يجمع ثلاثة فرق غنائية هي كود مصر وهاي ودام وحافظ وبستان، وذلك في تمام الثامنة مساء، كما يحتضن المسرح الروماني في مدينة العلمين الجديدة انطلاق سلسلة من الحفلات الموسيقية والغنائية للفرق الغنائية الشبابية ونجوم الراب بواقع حفلة أسبوعية، حيث يفتح المسرح وأبوابه بشكل مجاني. إذن للمزيد من الفعاليات والحديث عن مهرجان العلمين الجديدة ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود، وجديد المهرجان دائما معك، تفضل. أرحب بكم من مدينة السحر والجمال، من مدينة العلمين الجديدة. لازلنا نتابع معكم هذه الأجواء المبهجة والجميلة التي تسيطر على كل الأماكن السياحية الموجود فيها فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وربما اليوم هناك عدد من الفعاليات. نستعد الآن لانطلاق مباراة أخرى لأساطير كرة القدم بمشاركة عدد من نجوم منتخب مصر، بالإضافة بالطبع إلى وجود بعض المعارض الخاصة بالأعمال اليدوية وبدعم من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة بالطبع كما ذكرتم إلى الحدث الفني والحفلات الفنية التي ستكون في مساء هذا اليوم في المدينة التراثية على المسرح الروماني. والحقيقة في أجواء جميلة مسيطرة هنا على كل الفعاليات، سواء الفعاليات الرياضية أو حتى كمان التجهيز للفعاليات الخاصة بمهرجان نبتة، ونحن نرى أنه يعني على قدم وساق تتم الاستعدادات المختلفة. لكن لمزيد من التفاصيل عن تحديدا مهرجان نبتة والعديد من الفعاليات القادمة، يسعدني أن أنا أرحب بالإعلامية لما جبريل المتحدث باسم مهرجان العلمين الجديدة. لما برحب بيكي وأهلا وسهلا بيكي معنا. أشكرك، أهلا بيك وأهلا بقناة الأولى. أهلا وسهلا. يعني يمكن لسه كنا بنتكلم أنه في فعاليات كتيرة موجودة النهاردة، لكن أنا أخذت بالي أنه تم التجهيز خلاص لمهرجان نبتة والاستعداد، ومن الواضح أن في فعاليات قوية جاية خاصة بالأطفال في شهر أغسطس القادم. لو تضعينا في تفاصيل مهرجان نبتة. حقيقي مهرجان نبتة من أهم المهرجانات اللي اشتغلنا عليها، تذاكر نزلت على تذكرتي فعلا، حابين وكنا مهتمين جدا جدا. دايما كنا بنقول ان في تقصير في حق الطفل، في حق ما يقدم للطفل، مع ان احنا قادرين جدا ان احنا نقدم محتوى يليق بالطفل المصري ويكون على مستوى جيد جدا جدا، لان احنا نقدر نعمل ده. زي ما انت شايف ورانا كده الاريا او المنطقه اللي هيبقى فيها فعاليات نبتة، فيعني اللي حابب طبعا ينورنا، تذاكر موجودة على تذكرتي كالعادة، وهيبقى على مدار 3 أيام فعاليات كلها مخصصة وورش للأطفال ولعب وتعليم، ونتمنى نقدم حاجة بجودة عالية كالعادة. في دقة في التنفيذ وسرعة كمان في التنفيذ من العمال، من كل الناس اللي موجودة الحريصة على أن كل حاجة تتعمل في أسرع وقت وبدقة كبيرة. يعني الحقيقة عندنا جدول زمني بنحاول نلتزم بيه على قد ما نقدر، من أول أو من أيام الإعداد بنبقى دايما محددين، ما ينفعش أبدا أبدا نتراجع عن الأيام دي. ولو تقصد بقى المدينة، فالمدينة الشغل اللي حصل فيها والتطور اللي حصل فيها كان غير متوقع بالمرة. بتكلم عن مدينة متكاملة لكل المصريين، عن أحياء مختلفة سكنية وجامعات ومدارس ومستشفيات، غير طبعا الناحية التانية من الطريق والمدن أيضا، المسرح الروماني والأرينا الجديدة. فعلى المستويين حقيقي اللي بيحصل إن احنا بنحاول نلتزم أو حتى نبقى قبل المواعيد، لأن ده أمر مهم جدا جدا بالنسبة لنا، ولأنه كمان الأعداد فاقت المتوقع بشكل كبير جدا. لما يمكن أنت بقالك كتير موجودة طبعا هنا في مدينة العلمين ومتابعة لكل اللي بيحصل، شايفة الفارق والتطور الكبير اللي حصل من النسخة الأولى للنسخة الثانية، والتنوع اللي موجود وحرص الشركة المتحدة وإدارة المهرجان على التطور في الفعاليات علشان تناسب طبعا وتليق بجمهور مهرجان العلمين الجديدة، شفت الفارق والتطور ده ازاي؟ هو التطور حصل على مستويات كتيرة، التطور حصل على مستوى الفعاليات الفنية، حصل على مستوى الفعاليات الرياضية، حصل على مستوى أصلا فلسفة المهرجان، احنا عايزين نقدم ايه من المهرجان ده، كبر
حجما، وتطور ايضا حصل على مستوى الشراكات وفكر الشراكات، وانه احنا حقيقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الوزارات المختلفة في دعم متبادل بشكل كبير جدا جدا لتقديم خدمة افضل، لتقديم خدمة طول السنة. احنا بنرسخ للموضوع ده انه هنا دي مدينة شغالة طول السنة لكل المصريين، فانت تلاقي هنا انه بالفعل بدأت مبادرات وزارة الصحة من مدينة العالمين الجديدة، الشباب والرياضة، التعليم العالي والطلبة اللي بيشرفونا بينورونا، غير طبعا الجامعات اللي بالفعل شغالة طول السنة، الأحياء السكنية اللي بالفعل شغالة، الحكومة اللي بتشتغل هنا كل أسبوع. فالتطور جاء أصلا من فكر الشراكة، وإن احنا بنسوق إنه المدينة استثمارنا فيها كتير جدا جدا ولسه فيها فرص استثمارية أكتر وأكتر. والحقيقة إنه الشق المتعلق بالفعاليات الفنية شق ما نقدرش نغفله، هو شق هام جدا جدا، لأنه احنا بنتكلم عن قوتنا الناعمة، بنتشرف إن هي موجودة في كل مكان، وبنتشرف الحقيقة إن هي جزء من النجاح ده، وده دخل مهم جدا جدا للمهرجان كمان. فالحقيقة إنه أعتقد إنه أبرز سمات النسخة التانية التكامل في الشراكة علشان نطلع منتج بجودة جيدة للمواطن المصري وللسائح. بمناسبة الفعاليات الفنية، احنا لاحظنا ان كمان في تنوع داخل الفعاليات الفنية من حيث الأذواق الفنية، يعني اللي بيحب عمرو دياب موجود، اللي بيحب ويجز موجود، كل الأذواق موجودة. ويمكن النهاردة عندنا حفلات الأندر جراوند وعندنا حفلات الراب، حرصكم على وجود اللون ده والتنوع ده من الحفلات الغنائية والأغاني، ولو تقول لنا كمان هيكون عندنا ايه النهاردة من الفعاليات؟ النهاردة فعلا في المسرح الروماني في حفل لفرقة أندر جراوند رابر، وده دخول بالمجان، وكل اتنين هيبقى في حفلة في المسرح الروماني لفرقة underground من الشباب والرابرز. والحقيقة انه لسه الباب مفتوح، لو حد حابب يجي يقدم هنا في المسرح او في المهرجان في نسخته التانية ممكن على الويب سايت يشرفنا وينورنا، لانه ده جزء من رسالة الهام جدا جدا، وده طبع من الموسيقى ونوع من الموسيقى، لانه الميوزك او الموسيقى يعني ما ينفعش نقول ليها لون، وما ينفعش تحكم على انه او تحدد خيارات الناس فيها. فجبنا نجم تامر حسني، وجبنا النجم قاسم الساهر، والسيدة ماجدة الرومي، وعمرو دياب، وويجز، والاندرجراوند والرابرز. يعني بنحاول دايما ان احنا نلبي كل الاذواق ونخليها تجربة ممتعة من حيث جودة الخدمة، ومن حيث جودة الحفلات، ومن حيث سهولة الحياة، ومن حيث حتى انه اي حد من المصريين ينورنا ويشرفنا في اي وقت بوسائل مواصلات متاحة دايما باسعار مخفضة في اماكن او على طول تقريبا المدينة كلها متاحة لكل الناس، مفتوحة، مفيش حد، مفيش، مش هتيجي حتى يقولك لا ممنوع. عملنا الاوتوبيسات كمان الذكية، الاوتوبيسات الذكية في الداخل، وهي يعني جو جرين او صديقة للبيئة، فالتنقل حتى داخل المدينة سهل وباسعار مخفضة، وكل الأماكن مفتوحة. أنا دايماً عايزة أكد على ده، إن الأماكن كلها مفتوحة ومتاحة للمصريين، وتعالوا شوفوا شغل المصريين، شوفوا العظمة اللي موجودة، المدينة عظيمة حقيقي، وعرفوا ده شغلنا إحنا، شغل المصريين. وأخيراً انطباعك بقى عن الأجواء وحالة الطقس الجميلة اللي موجودة في مدينة العالمين. مفيش زيها في العالم والله العظيم حقيقي، يعني حتى قبل ما اجي بتشرف ان انا بشتغل يعني في المهرجان، مفيش احلى من كده في العالم، وبتمنى يعني ان كل الناس تيجي تقضي وقت هنا وتنبسط وتشوف بلدنا حلوه قد ايه، وتشوف شغلهم، يعني ده شغل كل المصريين، مفيش زي الجو ده في العالم. بالتوفيق ليكم وبالتوفيق لكل الناس طبعا في اداره المهرجان، وان شاء الله نشوف فعاليات اقوى خلال الفتره اللي جايه. شكرا جدا للاعلاميه لما جبريل المتحدث باسم مهرجان العالمين الجديده، شكرا جزيلا، شرفتينا. يعني كما تابعنا كل هذه الفعاليات اللي هتكون موجودة داخل مدينة العالمين الجديدة، احنا دلوقتي بيتم دخول النجوم التابعين لوزارة الشباب والرياضة، بعض الشباب، يعني ألاحظ من أمامي بعض اللاعبين الخاصين ببرنامج كابيتانو مصر، وصلوا الآن للمشاركة في هذا السباق في مباراة أساطير كرة القدم اللي هتبدأ بعد قليل في فعاليات مستمرة. والحقيقة يعني مدينة العالمين الجديدة هي المدينة التي لا تنام، وفي العديد من الحفلات طبعا اللي هتكون مساء اليوم وخلال الأيام القادمة، وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات من مهرجان العالمين الجديدة. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. شكرا جزيلا لك محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري، على هذه التغطية.